خليل بدير، كيفك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. خليل، أنت تاريخ بيروت، راس بيروت. تاريخ راس بيروت، أنت نعم. خليل، أنا كان عمري يمكن 5 سنين كنت أجي قص شعري هون. نعم. بالأوائل السبعينات. نعم. خبرنا خليل، شو جابك لهون؟ أنت بلشت بهالمحل بآخر شارع بلس مقابل السفارة السعودية. أنا جيت على المحل سنة 61، السعر خيب من الحلاء سعره، لأساس كان المحل لحاله، كان ينظف المحل، وقعدنا سنتين ثلاثة ومدت معي ل 60 سنة. صار لك 60 سنة هون؟ 61 سنة كمان. عشرنا من فيصل، فيليب حبيب، دريفر، اي بي، طلال، بليس، شعر بليس، طرزي، باشا، المطاعم الحلوة، طراز، راس بيروت. كنا نعيد العالم نوع نوعية. كنا نشوف واحد حامل كتاب، مرة حامل زهور، ما بشوف حدا اليوم. أرجينة ومصبحة. راح الدراس، راح الفكر، راح دينامو، الأساس راح. بقي جسد. كله ديكور اليوم، كله ديكور كذب النفاء. التراث الفكري العولمي، هيدا راح جعلنا راح. تزعل انه كيف البلد تغير بسرعة هي. خليل العام مدي طويلة عصير ما بعرف شو هي. تفضل. خليل، المحل اول شيء بلشت، قلت لي جيت لحتى تساعد خياك سنة 1961 وضليت هون. صحيح. منين اجى اسم مايك؟ مايك خي احمد كان بالسويد. اي. واجى فكرة جديدة. اها. عمل ارمة طويلة. M-A-K initial. اها. محمد احمد خليل. اها. فانا عندي مخ تجاري الى حد ما، دمجتهم بعض، عملتهم مايك. لا مايك فيه ولا مايك فيه. ومن وقتها صرت معروف باسم مايك، ها؟ في كثير ناس بسموك مايك من وقتها. كنت بالسفاره الامريكيه، الكنديه، بالرعايه، بالجاليه الاجنبيه، بالسفارات، بالامم المتحده. كنت دينامو حركي. اها. واول شغل عملت مؤسسه هون، عملت مؤسسه. مايك مؤسسة كبيرة، فالشباب اللي كانوا عندي ما تعاونوا معي، الأساس بالنهاية طلعوا غير الدعم، غير نوعية. فأنا كنت حاول أعمل مؤسسة، شو معلمين وديرة، دير مصلحة، ديرناها كم سنة، بعدين الشباب بلشوا يلعب جول، شو اليمين. بس أنت كفيت لحالك؟ أنا كنت ون مان شو. نعم. هلا خليل، انت مثلا هون مثل ما قلنا انت بشارع بلس. المنطقه كان فيها كثير امريكان بالزمانات. خبرني عن شارع بلس مثلا اول ما جيت لهون سنه 61. المنطقه هون مثلا، هون شارع نجيب العرداتي حدك، السفاره السعوديه بوجهك، كيف كانت هالمنطقه هون لما جيت؟ بلس لاخر مربع فكري، مربع فكري، كان في نوعيه العالم، عيال نظيفه، عائلات بيرتع اوادم، فكان في تراث، كان في فكر، كان في ناس ترتاح لها نفسيا. مطاعم، عيال، شيء حلو كان نفار، كان شيء حلو. اليوم تفرد للشيء هذا. وانا خليط بالمنطقه، انا ترعرعت بالمنطقه، مربيت هون، ويفرد علي المنطقه، يفرد علي كثير. من ثقافة إلى نوعية إلى فكر إلى معرفة إلى وعي إلى توجيه. فهذا الخسارة فكرية، منها خسارة جسدية. بس روح الفكر خلاص انتهى. الفكر كان كيف؟ كان من المجتمع، من الناس. تنوع طبعاً، نوعية تعطون، شكلين، كوكتيل، مسلم، مسيحي، أجنبي، عربي. في كل الصفات عنا. نادي ثقافة الألماني، نادي ثقافة الإنجليزي. نادي برشا الأمريكية، الهندي، الإيطالي، كله كانوا هون. السفارات وأجانب كله راحوا. مع الوقت اعتبرونا قندهار، قندهار غربي، قندهار أو ضفة غربية. فتركونا الجماعة نتيجة العام، العام الوقت، عام الزمن اللي هو لعب دور أساسي بإحلال المنطقة وتغيير المنطقة الديموغرافية. الوجود السيامي، السيامي اللي عندنا عم تجي وعم نجي من عباد، فهذا عم تغيير جذري، شيء ما حلو، شيء حلو، عنده خسارة.
خليل خبرنا، كان في بشارع بلس كان في محلات مشهورة، كان في الطرزي كان مشهور، كان عنده أول واحد نزل الماري كريم والفريسكو ببيروت وغزل البنات، وغزل البنات كان غزل البنات لون زهري يعلقهم صح بيسحب لك الكيس من فوق. هذا فريد ولياس طرزي أصل من حلب من سوريا، فإجوا على البلد إجوا بمرحلة ذهبية على البلد، كان بلد ألف خير، ففتحوا بوج الآي سي. بوج الآي سي عندهم فتحوا بوج الآي سي، صار يبيعوا سندويش محل سندويشات، محل بوزة ومي كريم وغزل بنات، فاشتغلوا بصدق ونجحوا وعلموا أولادهم بفرنسا، علموهم إنه واحد مهندس الحكيم بنقلوا سندويشات وغزل بنات والبوزة، فكانوا كتير شغيلي هو خيو، وكانوا إداريين مش بخلة إداريين. فمرة عم بيقعد عند الباشا، شو عم تاكل؟ شو عم تاكلو؟ قلت له غزة هذا عم باكل كفتة ومشو وكذا، اطلب له صحن. فكان كتير يمكن بخيل، كان بخيل، ما حلا كريم كان بخيل. فمعلم ولاده كان عنده شي 40 نمرة عمومية وعنده عقارين الأشرفية حد مصرف الروم عقار كبير بتمطونه برا، فقعد على الباب، واقف على الباب عم بضب مصايب من المواقف، مش عندنا فريد الموقف لي. فاشتغلوا جماعة ونبيع العقار لبقعازي، كان عقار بقعازي عمل بنية هلا عمل سمادي، وراحوا كان تراس، كان جزء من التراث يعني طرزي اخوه وخيو الباشا سكرات فوال ابو احمد بين جاتو حسن، حسن سوقي ذكروا محل صغير لا بين جاتو. فكان البلد الى حد ما كان مدينه، كان راس بيروت ضيعه مدينه هلا ضاعت مدينه وضيعه ضاعوا ناس وراحوا، كان ضيع هيك مع أهلها مع أصحابها مع ألفة من بيرت الأوائل من عطاء هول، كان في له تراث. فإذا أنا طرزي وخيو وسقراط كمان كان مشهور وبعده إيه سقراط كمان، كمان دوا سقراط، سقراط اشتغل، اشتغل طبعا اشتغل وبعده ماشي حاله منيح. حكيت لي من شوي طبعا كان في ناس يمكن هلا ما بتتذكروا كثير بالثمانينات اوائل الثمانينات كان في دبلوماسي امريكاني مشهور من اصل لبناني اسمه فيليب حبيب، وفيليب حبيب اجا كان وسيط وقتها وكان يجي على لبنان تقريبا كل شهر مره او شيء. هل كان يجي قصه عندك فيليب حبيب هون؟ رحت لعنده، رحت لعنده قصر له شعره بالجرزي بيت السفير الامريكاني، بيت السفير الامريكاني، وسألته قصرت له شعره، فقلت له انت اصلك عربي يا استاذ فليب؟ انا ماني عربي، انا هربان من هون. انا اصلا ماني لبناني، فقلنا هون كتبناها هون نحن بالجريده المجله يحيى هون. ايه هلا بنشوفه. انه فليب حبيب انكر امامي، انكر امامي لبنانيتي هون. ففليب حبيب درايبر. مورس درايبر كمان كان. طبعا عندي مورس، اجى مورس هون. وجيم كلانسي. باكلي، ويليام باكلي، ويليام باكلي اللي انخطف بعد فترة قتلوه هذا، هذا ما سي اي اي كلهم كانوا يجوا يقصوا شعرهم عندك؟ كانوا يجوا كلهم من العميل للعميل. عميل وعميل. طب خليل كونك انت هون على بعد يمكن 200 متر من الجامعة الأمريكية اللي هي أحد أهم المعالم التعليمية بالشرق الأوسط كله، صحيح، هل أساتذة الجامعة، هل طلاب الجامعة كانوا من زباينك؟ وجود الجامعة شرح فكري، شرح ثقافي، إلى فضل علينا كثير، إلى فضل على راس بيروت كثير، وهي اللي أحيت الشارع، وهي كانت طابع فكري اجتماعي، وكانوا زبايني طلاب الجامعة والأساتذة من كبار العمداء لكبار الطلاب، كمان ضوى المنطقة، ضوى الشارع، ضوى المنطقة شوي، مر علينا وزادوا ثقافتنا وزادوا معرفتنا بالحياة، تنوع طبعاً، انقلابات العراق، انقلابات سوريا، انقلابات مصر، فكل هذا زادت الفكر اللبناني العربي بالمنطقة، فكان بالحارة في عادة قهاوي، كل قهوة يلتقى فيها جروب، فريق بعث عراقي، بعث سوري، قومي عربي.
كلها عن المنطقة. مثل سمي لنا قهوة مثلا، في الموتكا، في الكافي دو باري. السران كان يقضي قومي العرب. الموتكا يقضي فيها قومي نسوية، قومي البعض العربي. الهرشو يقضي فيها بتاع السوريين، القلابية السورية. هو اللي هربوا من سوريا نتيجة القلابية. رأس مائية ولي. رأس مائية. العراقية كمان تنزل على الحمراء. السعودية قالوا لي. كان في تراث، كان في نوع من وجود حضارة. ثروة فكرية. تنوع. وهذا اللي ميز المنطقة عن غيرها. هذا اللي غير رأس بيروت عن غيرهم أي منطقة ثانية. فهذا خسارة بعتقد ما بترجع ولا بشكل. يعني مثل الله يرحمه منح الصلح كان عنده قول مشهور. منح الصلح. كان يقول انه في ثلاث بيروتات، في بيروت الشرقية وبيروت الغربية وراس بيروت. صح. الغربية أكثر مسلمين، الشرقية أكثر مسيحيين، وراس بيروت مخلطة، ظلت مخلطة. صح. هل تغير هالشيء اليوم براس بيروت؟ خف كثير. قليل جدا. الفكر اللي بنحكي عنه منح بيك راس بيروت تغير دعانا. ما في كم واحد اختيارية بحنوا على الماضي، ولكن طلعت فتره وين. طب خليل بدي اسالك هلا، انت هون بشارع بلس، هذا كانوا يسموه بالزمانات اخر الخط. صح. كان ترامواي بيروت. صح. يوصل لهون. صح. هاي حاطط صورته فوق. صح. بتتذكروا لما جيت لهون كان ترامواي بيروت موجود؟ طبعا ترامواي قديم. هو جابلي من زمان، كان أخضر وأبيض، بعدين تحول لأحمر، وكان أبو الفقير، كان من فرن الشباك والمنارة 5 قروش، كان يطلع فيه محامية، يطلع فيه عالم، كان شعبي ونوعية، فكان تراث، كان تراث المنطقة، فدعانه. الشيء اللي صفة تجارية ما عم نعملها يومتها، انت 72 74 شنو للتراب. اما هو كدعانه عنده كرمز وطني، كرمز. يمكن لو بقي كان حل من ازمة السير، يعني كانت الناس بتجي بتستعمله اكثر ما تجي بسياراتها وتعجق الدنيا هون. صحيح. هو اللي صار تغيير ديموغرافي، وبنات الطرين، بنات نوعية العالم، والسياسيين. حرام دعانا بلد دعانا. هلا حكيت على الترين وقلت انه كان لونه اخضر بالاول وبعدين صار لونه احمر. صح. بس هيدي يمكن بعدها بلشوا شيء اسمه جحش الدولة كانوا يسموه، اللي هو الباص. صحيح. الابيض او لونه بيج وعليه خط. نعم. احمر بالنص. نعم. خبرنا كيف، شو بتتذكر عنه؟ 72 اي صار في صفقة مع وزير الاشغال بلبنان. مع الفرنساوية، فجابوا الابل، وقفوا الترين، جابوا اتوبيسات. اتوبيس بفرنسا استعملوا 20 سنة، جابوه على بيروت، وبلشت اللي خلال قبل الأحداث بكم سنة ضوى جحش الدولة وياخذوه ويجيبوه. إلى أن إجت الحرب، استعملوا متريس. بعض القوى، بعض الأحزاب الميليشيات استعملوا متريس بين بعض بين الخط. الحرب 75 76 حرب السنتين. نعم. وهيدا كان نهايته. كان نهايته بالضبط. طب خليل خبرنا، بما انه قلت لي هلا انه الترام كان يوصل لهون وكان اسمه ابو الفقير. نعم. انت مثلا كنت لما بدك تروح على البلد. نعم. كنت تاخذ الترام شيء؟ نعم. من هون قدام محلك توقف. نعم. تاخذه. نعم. 5. نعم. قروش. نعم. وتنزل وين ينزلك بالبلد مثلا؟ بريمو اش 10 قروش. اها. تيرسو خشب. البلاش الحرامي بيوقف على بالنص، لا بيدفع له شيء، بضل من المحطة للمحطة. كان نزلنا على باب دريس بيروت من هون المنارة، باب دريس ستاركو، باب دريس البرج كان ينزل فينا يا سيدنا ساعة النجمة هونيك كمل على فرن الشباك. فنحن كنا ننزل على البرج، نتبضع من السوق القديمة والله ديعانا بيروت، كان كل أسواق تجارية، سوق السمك، سوق اللحمة، سوق الحمام، سوق البيض، سوق الخضرة، ريفولي، كان في تراث، كان في مدينة عامرة، مدينة مليانة فكر، مليانة تراث،
مليانة عالم. اليوم تزع الدان تاون ما في شيء، ما في شيء دان تاون، حجار وباطون راني عالم حلو محل شيء. كنت إذا بدك تنزل تاكل لك لقمة تحت بالبلد مثلا وين كنت تاكل؟ كنا ننزل مطعم الروش حد ريفولي يعني. بعدين نزل على مروش، شو كان يبيع؟ فول وحمص؟ فول وحمص قبل ما يجي هون. كنا ننزل على جلاتي وتماثيك، وتماثيك كان يبيع قهوة ونسكافيه وكروسون. جلاتي سحلب وبوي سحلب ومغلي وما في التاني شيء أشتالية. وكان في تراث، في تراث، كان كل محل له تنوع، له نوع خاص، زبائن خاص. كان في كان في كان في كان في كان في نوع كان في نوع كان نظيف، كان نظيف بالبلد. كان في بساطة أكثر طبعا، وطيبة أكثر. كان في طيبة، في ألفة، في محبة، في سيء، في صدق. لا ما في شيء اليوم، ما في شيء أبدا، كله كذب ونفاق وطعن بالظهر وتجليط وتظن بالضبط تفني صاد صحيح. وأنا 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 كلمة أنا دعانا بلد دعانا. أنا كان عندي خلينا نحن بفترة بالثمانينات أنت درجت قصة بلبنان. نعم. صاروا كتير من الشباب يقصوها. نعم. بالثمانينات. وانا كنت من كان عمري وقتها بال 13 14 15 كنا نيجي لهون نقص شعر، نقص مارينز. نعم. قرعه بنقصه بالنازل ونخليه خفاف من فوق. نعم. منين اجتك هالفكره؟ هل هي من اليو اس مارينز مثلا؟ او انا كان عندي رؤيه، كان عندي سير البديهه. اها. شوف واحد او واحد شعر طويل او قصير، اكمش صوره ونفذها على الراس، تدرس صور نظريا وتطبقها على الراس. المارينز اجل عندي صحيح، بس قصه المارينز انا اخذتها منهم، من المارينز، قصه المارينز من الامريكان لما اجل عندي. وقصه دبل دايرز طبقتين. اها. كنت بهولندا، قعدت بهولندا جمعتين بهولندا، في قاعد قهوه اسمها قهوه امريكا، قاعد هونيك عمر شبيره، فمرأة شاب وشباب عالم شعر واضح، شعر كثير حلو دبل لاير قصت بتذكرها؟ ايه. اللي عنده عماد الخليل، عماد الخليل ابن معين، معين خليل شكله قدس. شعر كثير ناعم، شعر كثير حلو. طبقتها اول واحد بوصل ليها وصبت معي ودرجت كمان. مارينز راح، اجى دبل لايرز. اها. بعد اجى كلاسيك. هلا قرعه، قرعه. هلا كله قرعه عم بيقص. هلا كان سحب. كان في عندك صورة مشهورة معلقة هون بالمحل لثلاثة تين ايجر قصوا عندك مع بعض وقتها مارينز. نعم. نعم. اللي هن طارق تميم اللي صحيح. صار ممثل معروف هلا، وليد دمياط اللي صار لعيب باسكت بول صحيح. وعزة القدلبي صحيح اللي كان بيو عنده محل قدام احمد القدلبي الله يرحمه. نعم. تاجر قماش كان. نعم نعم. اها. فهولي كان بالاي سي، هولي بالاي سي الروضة صح. اجوا عندي ضمن المرحلة هاي المارينز والقصة القرعة وراشد ودرجت ساعتها. اجوا عندي تلاميذ اي بي ال يو اي سي، كان عندي كثير، عندي شيء 40,000 تلميذ هون. كان عندي 40,000 تلميذ من جميع الجامعات والمدارس. بتذكر اسم الله كان عندك اربع كراسي ودائما الاربع كراسي مفولين. كانوا ست كراسي. ست كراسي. اربع مليانين واثنين ستاند باي. وستاند باي باي. خليل بدير مواليد 1944 اسم الله سنة الجاية 80 سنة بتصيروا 79 حاليا. شو اللي خلاك تصير أشهر حلاق ببيروت؟ صدق مع ذاتي، مع نفسي، وصدق ضمير مهني، والصدق مع المصلحة، مع ذاتك، مع نفسك. بالحياة ما بنطلع من مرة لجوا، بنطلع من جوا لبرا. نعم. بالمعرفة، بالوعي، بالفهم، بالكاريزما اللي عندك اياها. فانا كان عندي نوع، انا بحب السياسه، بحب السياسه. وين ليدر، وين ليدر، وين مان شو. انا بحب القياده، ما بحب كل ورا، بحب كل قدام. اها. فالقدام طبعا هو رجحتني هون الى جانب صدق بالمصلحه. انا صدق ووفى المصلحه اللي فيها انا شعر فيها. كنت كثير منيح معه. هذا صرت نجاحي. هل في حدا من اولادك رح يكفي المصلحة هون؟ لا 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 خلص. ها؟ لا لا،
إذا نحن في مصالح بتمد مصاحبها. اها في مصالح بتعيش مع تعيش مع مؤسسه مؤسسات مع العيله. نعم. ولادك وهيك وهيك. فانا مصلحتي وان مان واحد. وان مان شو؟ ولادي بقطر. واحد من مايكروسوفت والثاني بعد عم دبش على شكل. حلو. ما حابين المصلحه لا. بعزهم من زمان لو كانوا مثلا كبار المصلحه بقوتها ربما كانوا سلموا المحل. بس هذا سلموا على تغير ما حتغير. خفت كمية راحت عندي بعد كم زبون بالصغير انضاف. بس بشكل عام الكمية النوعية بين كمية والنوعية راحت. ما عندي شوي منهم. ما بعرف كيف. كيف مرقت هالايام؟ والله هلا بالعمر اللي انا فيه بحس بحسرة بزعل على بيروت وعلى اهل بيروت وعلى الوضع اللي كان فيه المنطقة. فبتحس انه مرق بسرعه بس محزنه لانه عشناها بحالها هلا نعيش مرور تاعتها. فعشان هيك بتحس انه جدون بلونك الحرق بقلبك انه انت جيت هون لما كان بيروت بعزه سنه ال 61 كانت اهم مدينه بالشرق. صحيح. وشفت هالتدهور على مدار السنين ابتداء من ال 75 صح؟ صح. يعني الحرب بلشت ونخرب بيتنا من وقتها. صحيح. وعم نرجع لورا. صحيح. هل بتشوف في بصيص امل على المدى الطويل؟ لا ما بعتقد. طالما في جهل في تخلف في دهون ما في مستقبل. دهون سوداء مش بيضاء. سوداء. طالما في جامع وحسانيه وكنيسه ما في نجاح. بدك علمنه شامله ليطلع بدنا علمنه شامله بدنا نوع من الفكر. بس هي ما بيرجع راح بس البلد ما تركب الا بنظام علماني ما تركب الا بالله الحريري خط ما حلو حلو بحياته وحياة البلد بس راح لبنان كله. فما بعتقد البلد يوقف على اجري بوضع نحن عايشينه ما بعتقد. وراس بيروت اللي بتعرفها انتهت صفحه وطويناها برايك يعني؟ مع الاسف صفحه طويناها. نعم. يعني احياء التراث واحياء الذكريات واحياء العيال راح. القهاوي مطاعم نوي العالم ما بيع حدا عشان ترجم عربي كان ترجم عربي انجليزي صرنا ترجم عربي هلا. بدك شو؟ نعم شو قلت؟ ما بعرف. فما ما بقى في انكمن ما بقى في صله بينك وبين المجتمع الثاني. بين الجيل الجديد ولا بس والله وسخ منه. جيل كثير وسخ ما عنده اخلاق ادبيات ما عنده نوع من الالفه ما عنده ولا بشكل كله عدائي. والجيل القديم مات. راح كندا دبي ما راح. بقى الجيل الجديد نووي ولا بشكل لا تجاري ولا مادي ولا عقلي ولا عقلين ولا شيء.